السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة جايين في الفيديو ده هنشوف طريقة من طرق زراعة البونيكام. البونيكام هو عبارة عن علف اخضر بديل زي البرسيم او البرسيم الحجازي. فاحنا هنتابع في الفيديو ده هو من بداية خطوات الزراعة حتى الانبات. هنا زي ما احنا شايفين هنا بداية تنزيل الخدمة للأرض، الخدمة اللي نزلت لل أو المادة العضوية اللي نزلت للأرض هنا في الفيديو ده نزل لها في البداية بوتريت. واللي ما يعرفش البوتريت هو مخلفات صرف صحي، ويعني هو أردأ المواد العضوية الموجودة في السوق المصري عموما، يعني الكمبوست أفضل منه بكتير. هنا تنزيل الكومبوست اللي هو البوتريت، وبعد كده الجرار بالبتام بيعمل الخطوط زي ما انتم شايفين بقت بالشكل ده كده. نزلنا الخدمة وخلاص، هنتكلم عن الخدمة بالتفصيل بعد شوية. بعد كده بنفرد الخراطيم على الخطوط زي ما احنا شايفين. هنا الخطوط كانت واسعة لان التخطيط كان ببتام مش بخطاط، فالبتانة بتعمل خطوط اوسع، المسافة بين الخط والخط بتكون اكبر شوية من الوضع الطبيعي. هنا زي ما احنا شايفين بدأ بداية التخمير. وصلنا بعد ما فردنا الخراطيم الستاشر، خراطيم الجي ار، ووصلناها بشبكة الري وبدأنا نخمر فعلا. هنا اول تشغيل مية، يعني هنا ممكن نقول ان احنا مشغلين مية بس بقالها 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة بالكتير. دي بداية تشغيل، يعني دي اول حاجة، اول مية نزلت الارض، يعني اول مية تخمير نزلت للارض فعلا. هنلاحظ ان المسافة بين الخطوط واسعة، وده زي ما قلت لحضراتكم هو راجع لان التخطيط مش بخطاط، لكن التخطيط تم بالفجاج. وبعد تنزيل الخدمة اللي هي البوتريت ومعاها الجبس الزراعي، بعد كده اتقفلت الخطوط بالبتام مش بالخطاط. لو بالخطاط كان الوضع بقى افضل كتير. تمام، هنبدأ بعد كده. ده بعد التخمير، بعد ما خمرنا يومين، ودي بداية الزراعة. دي اول حاجة اتزرعت معانا كانت الشتلة بالوضع ده كده. طبعا البونيكام كانت جاية شتلة من المشتل، جاية في صواني زيها زي الشتلات العادية، زي صواني الخضار، الطماطم او الفلفل او البتنجان او كده، الصواني اللي هي الصينية العادية اللي هي 209 يعني الصينية بيبقى فيها 209 شتلة. تمام، المسافة طبعا احنا راعينا ان المسافة في الزراعة تكون ضيقة بقدر الامكان، فتقريبا المسافة اللي زارعين عليها هي 20 سنتي في 20 سنتي، بطريقة تسمى أو بالشكل اللي متعارف عليه في الزراعة اللي هو بيسمى ريدلو غراب، اللي هو كل عين بتكون مش قصاد العين التانية، بيكون في اختلاف، اللي هي طريقة الريدلو غراب. مكثفين الزراعة عشان نسبة الفاقد، لأن احتمالية النجاح أو المتوقع نسبة النجاح البنكان في الظروف دي وفي الأرض دي وفي المية اللي هقول لحضراتكم على نسبتها دلوقتي إن هي هتكون 50%. هنا احنا بنجرب زراعة البونيكام من البداية، من بداية الزراعة على مية ملوحتها بنتكلم في أكتر من 7500 جزء في المليون. مية متوسط الملوحة بتاعتها من 7500 ل 8000 جزء في المليون، وطبعا الملوحة دي شديدة جدا، مع إن الكلام اللي في الكتب والكلام اللي اتقال عن البونيكام إن هي بتتحمل ملوحة لحد 10000 جزء. وفي ناس تانية أو في كلام تاني أو مقالات تانية أو معلومات تانية عن البونيكام إن هي بتتحمل لحد 12000 جزء في المليون. طبعا ده كتير جدا، فهنا احنا بنجرب بس في المساحة الأولية دي اللي هم 3 فدادين أو 3 فدان، بنجرب فيهم البونيكام على ملوحة 7500 جزء في المليون. طبعا زي ما انتم شايفين الزراعة دي الخطوط اللي كانت زراعتها. زي ما قلت لحضراتكم احنا مكثفين الزراعة جدا، هي المفروض بتزرع على 40 سنتي، فاحنا زارعين على 20، بحيث لو فقدنا 50% زي ما متوقعين يبقى فاضل معانا الزراعة على المسافات الطبيعية اللي هي 40 سنتي. احنا زارعين على 20، لو فقدنا 50% هيبقى فقدنا 1 من ال20، يبقى المسافة اللي باقية لينا اللي باقية معانا هي ال40 سنتي بين الجورة والتانية. هنا زي ما انتم شايفين في عامل بيوزع وعامل تاني بيزرع وراه. طبعا ممكن يكون اغلبكم عارفين الطريقة المتبعة في الزراعة دي، يكون في واحد بيخرم معاه حاجة بيخرم بيها. هنا نعمل لهم حاجة مقاسها موحد 20 سنتي، بالضغطة الواحدة بتعمل الخرمين، بتعمل الجورتين لنباتين.
واللي بعده بيوزع الشتلة، والواحد تاني عامل تاني بعده بيزرع الشتلة اللي اتوزعت. هنا تقريبا احنا بنتكلم بعد الزراعة تقريبا بيومين او حاجة، يعني بعد 48 يوم، بعد 48 ساعة من الزراعة اسف. الوضع كان كده، لسه الوضع مستقر الى حد ما. طبعا هي من بداية الري بتروى بمية وملحتها 7500 زي ما قلت لحضراتكم. فهنلاحظ ان هي تقريبا شبه مستقرة، لكن مفيش نموات جديدة، بدأ لونها الاخضر يقل، وبعد كده هي هتنشف اصلا. يعني كل النمو الخضري اللي باين في النبات وقت الزراعة كل ده هيروح خالص. هو اعتمادنا الأساسي والحاجة المهمة اللي معتمدين عليها واللي حاطين أمل كبير فيها هي البصيلات والجذور، دي أهم حاجة. أما النمو الخضري اللي فوق هو كده كده رايح، يعني ده مش هيستمر معانا زي ما تكون مزروعة في وضع طبيعي في ملوحة مثلا 1500 أو 1000 أو 2000 حتى أو 2500، ممكن المجموع الخضري ممكن يستمر معانا. أما هنا المجموع الخضري هينتهي خالص لأن الملوحة جديدة. صدمة الزراعة مع إن هي كمان صدمة مضاعفة بإن الملوحة عالية جدا، بتتكلم 7500 بي بي إم. طبعا المجموع الخضري مش هيتحمل ده خالص، لكن احنا الامل والاعتماد والمنتظرين ان هو يكون اللي يكمل معانا وينجح زراعة البونيكان معانا في الوضع ده هي البصيلات والجذور. طبعا زي ما احنا شايفين هنلاقي ان وش الارض كله، كل الابيض ده ملح، املاح متراكمة من المية طبعا. والارض كمان، الارض دي اول مرة تتزرع، يعني دي اول حاجة تتزرع في الارض اللي بنزرع فيها دي. الارض دي على طريق الواحات، طريق اكتوبر الواحات. وطبعا الارض هناك لسه هي مش منطقة زراعية، هي لاول مرة بيتم الزراعة فيها الارض دي. طبعا هنلاحظ ان زي ما احنا شايفين الخط من فوق او المنطقة اللي حوالين الجذور، اللي حوالين الخرطوم اسف، اللي هي منطقة انتشار الجذور، هنلاحظ ان موجود فيها الاملاح بصورة كبيرة جدا. هنا تقريبا كده، لا ده جزء تاني، ده جزء تاني اللي هو اتزرع في اليوم اللي بعده، ده برضه بعد زراعته ب 24 ساعة او بيومين بالظبط، 48 ساعة. هنلاحظ ان هو لسه وضعه تمام والحالة مستقرة ومفيش فيه اي مشاكل، والمجموع الخضري سليم وشغال عادي. لكن هو فيما بعد برضو زي ما قلت لحضراتكم ان المجموع الخضري ده كله هينتهي، وهيفضل اعتمادنا على البصيلة وعلى الجذور، هي دي اللي هيكون الامل فيها والاعتماد عليها. الفدان نزل له في الخدمة، نزل له 15 طن وترت. طبعا ده مش الافضل، لكن ده اللي كان، ده المادة العضوية اللي كانت متاحة، أو ده المتاح اللي اشتغلنا بيه. طبعا في الزراعات اللي بعد كده هنشتغل كومبوست نباتي حيواني، وده الأفضل. 50 لخمسين، 50 نباتي لخمسين حيواني، والكومبوست بيكون أفضل كتير. الفدان نزل له 15 طن بتوريت و5 طن جبس زراعي. جبس زراعي طبعا نزلنا لحد الكمية الكبيرة دي اللي هي 5 طن الفدان، علشان نتفادى أو نقلل شوية من شدة او من التأثير، نقلل شوية من تأثير الاملاح الجامد على النبات. طبعا الكمبوست عارفين، الجبس الزراعي عارفين فوائده الكتير في الملوحة وفي تقليل املاح التربة والمية والقصة دي. فاحنا نزلنا 5 طن كومبوست، 5 طن جبس زراعي، و15 طن بوتريت. طبعا الافضل ان 15 طن دول يكونوا كومبوست. زي ما احنا شايفين هنلاحظ ان الاملاح عالية جدا، كل الابيض ده ملح ومتجمع بس في 3 ايام ري. طبعا الوضع املاح كتير. تمام، بعد كده احنا بعد ما نزلنا الخدمة زي ما قلت لحضراتكم، البتانة بالجرار قفلت الخطوط وتصلح دار الخط من فوق اللي هو هيتزرع عليه، وبعد كده اتفردت الخراطيم وشبكة الري بالتنقيط، وبعدين بدأنا تخمير وبدأت الزراعة من بعد التخمير بيومين زي ما احنا شايفين في الوضع ده كده. طبعا البونيكام بتدي أول حشة ليها
من 45 ل 60 يوم، ده في الطبيعي. لكن في الوضع اللي معانا ده كده، احنا ممكن هتدينا اول حشة من 60 ل 80 يوم تقريبا من بعد الزراعة. هي لسه ما وصلناش لاول حشة، ولكن المتوقع ان هي هتكون على 70 يوم او 80 يوم، دي اول حشة. البونيكامب بتدي على مدار السنة تقريبا، الفدان بيجيب حوالي 10 طن على مدار السنة، وده انتاجه كويس جدا. بيوصل البروتين فيه من 12 ل 18%، ودي برضو نسبة مش قليلة خالص، نسبة محترمة وممتازة جدا لكل كعلف لكل المواشي، سواء غنم او ماعز او ابقار او جاموس. فهو علف بديل ممتاز جدا جدا جدا. كمان احنا بنتكلم في انه تحمله للملوحة عالي جدا، تحمل ملوحة لحد 10,000 او 12,000 زي ما اتقال في الكتب عنه. لكن هو لو اتحمل بس لحد 8,000 او 9,000 فهو يكون ممتاز جدا جدا جدا. ونجاحه في الارض دي وفي الوضع ده وفي المية دي، ده هتكون حاجة، تكون حاجة ممتازة جدا ان هو قدر ينجح في الظروف الصعبة اللي هو مزروع فيه. تمام. بالنسبة للبونيكام، هو البونيكام زي ما قلت لحضراتكم بيدي اول حشة بعد 60 ل 80 يوم في الظروف الصعبة دي. المتوقع ليه كده يعني ان هو يكون من 60 ل 80 يوم، دي اول حشة. وبعد كده بيدينا حشة كل من 25 يوم ل 35 يوم بيكون في حشة. في الصيف بيكون الوقت اقل شوية، ممكن من 20 ل 25 يوم حشة، ده في الصيف وفي الجو الحر. وفي الشتاء ممكن تكون من 30 ل 35 يوم، وممكن توصل ل 40 يوم في الجو البرد الشديد يكون في حشة. فيعني في الجو الحر عدد الحشات بيكون ما بين الحشة والتانية بيكون أقل، وفي الجو الساقع بيكون ما بين الحشة والتانية بيكون وقت أطول شوية لأن الجو بيكون برد أكتر. البنكان بيتحمل درجة حرارة عالية جدا، احتياجاته المائية مش عالية، احتياجاته المائية تقريبا تلت الاحتياجات المائية للبرسيم الحجازي. مثلا لو قارناه بالبرسيم الحجازي، البرسيم الحجازي بيحتاج 5,000 متر مكعب سنويا، البونيكام احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 2,500 متر مكعب سنويا، يعني تقريبا حوالي نص الكمية اللي بيحتاجها البرسيم الحجازي بيحتاجها البونيكام. البونيكام بيتحمل درجة الحرارة العالية جدا، وكمان بيتحمل درجات الحرارة المنخفضة، وبيتحمل التقلبات الجوية المتغيرة زي مثلا الجليد، الصقيع الشديد، التقلبات الجوية المختلفة، فهو بيتحمل كل ده. فهو ممتاز جدا في الأجواء الصحراوية وفي الأراضي الجديدة وفي الملوحة الشديدة، وأفضل من البرسيم بكتير، وكمان أفضل من غيره من سن الفيل أو حشيشة السوداني أو كل البدائل ديت، ما بتتحملش اللي البونيكام بيتحمله. هنا هنلاحظ بعد تقريبا حوالي ده بعد اسبوع تقريبا من الزراعة، هنلاحظ زي ما قلت لحضراتكم احنا اعتمادنا كله او الامل كله في البصيلة. هنلاحظ الجزء الابيض اللي طالع ده بوادر جذور طالعة جديدة. هنا هنشوفها مع بعض برضو بصورة اوضح شوية. طبعا زي ما احنا شايفين ان تقريبا كل المجموع الخضري خلاص انتهى، احنا مش مستنيين منه حاجة. كل الجزء الابيض اللي في الجدر اللي بدأ يطلع من تحت العين اللي طالعة دي، ده بداية نمو جدر جديد في الارض. طبعا كون ان هو يطلع جدر جديد ابيض في الارض المستديمة بعد الزراعة في الظرف في الظروف دي، دي حاجة ممتازة جدا وبشرة خير وحاجة جميلة. يعني ان هو في اهو زي ما حضراتكم شايفين اللي هي الجزء الابيض الصغير ده بداية خروج جدر جديد من البصيلة، فدي حاجة ممتازة جدا جدا. ويعني تدينا امل ان في امل فعلا ان ينجح 50% منه او اكتر كمان من 50% اللي هو الجزء الابيض اللي حضراتكم شايفينه في النص تحت ده. طبعا ده لسه ده الفيديو ده مرحلة اولى من الزراعة اللي هو تقريبا من يوم ما زرعنا. يعني الفيديو هنا احنا جبنا من قبل ما نزرع، من بداية التجهيز والتخطيط وتنزيل السماد وتنزيل شبكة الري وتشغيل الري والزراعة، وبعد الزراعة الفيديو ده كده شغل 20 يوم تقريبا او 25 يوم من قبل الزراعة، مرورا بالزراعة مرورا بالمتابعة بعد الزراعة وبداية خروج الجذور. زي ما شايفين في جذور بدأت تخرج تقريبا حوالي سنتي واتنين سنتي بدأت تظهر، وهنتابع مع بعض ان شاء الله في فيديوهات جاية بعد كده. هيكون في متابعة لباقي التطورات اللي حصلت للزرع وايه المستجدات اللي حصلت وحجم النمو وصل لحد فين.
يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد. شكرا.